بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان ومن تبعهم بإحسان على مر الزمان. أما بعد، بنالين باريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دسبيك دعاش قوة عالتكين هر خير ورحمة وبركاتك هبت بسر موم التي مدارجت هر نعمتك هبت خوي تعالى برزق مبكت خوي تعالى أمن وإمناهي إدفي كردستان دا برقرار كت خوشي إدفي كردستان دا بيدا كت هر قرفتك واسطنقك نخوشك هبت يا ربي تلبي الشافي من التي دفع دي ونهيلي ابتشيد بت أف نعمتت هاني قالك مظنن قالك زورن قالك ببهانة قالك بقدرن بس يا ربي ابتشيد بت تبسر مدارجي آمين يا رب العالمين. بلي بنارين باريس أفرو كدير قلب وبتكي بو بنارين باريس إن شاء الله شروع وكين وبيجن وبحسكين كواجيك نوفو نيشان معرفة الله أن ضرورة معرفة الله نعسكرنا خودي تعالى قالك ضرورتها ومروفيت باوردار قالك ضرورتها بو هر مخلوقك أفروك سري عردي بجيت جباركو برهم وشينوارت ودي بينت جباركو دي تأثير لك تف معرفته هاني أف نعسكرنا هاني وزنا خاصمة يتشكري عرض عسمانا نخاصمة الملك الجبار الشكور الرزاق القهار أفان ناس نوبت هاني أفان نوبت بيروز أف صفتت هاني ديفون نوبت هاني تو معنات وانا شروب بكي وبزاني وتنوف ناخد خودت وبتشيني وسر شور بكي راستي راستي مروفتي تقهورين صدو هشتي درجة نجبر هندي مع ضرورة معرفة الله دفيت مروف خداي خباش ناس بكت داب درستاهي حقي يبدته داب درستاهي عبادته يبكت چپی نبت هر دلکی خدای خو ناز بکت دب لاوازی خو حسد دب شپرزی خو حسد دی زانت مروف چند لاوازه چند ضعیفه چند محتاج پیتوی خدای کی وسانه الطنگاویال هوارایی بیت المحتاجیا خو تعالی بردستی فرح کت اتنا خوشیا و بلا و مصیبتا و آستنگا اگر خو تعالی هوارا مروف نید بشک او مروف دي فطور بو چيبت بيشك او مروف احتمال ديش صراط مستقيم ودربت بيشك او مروف تشتاله الشياطين تدفيت اف مروف الكيري صافي بت تدفيت چمن هجي ضلالاتي وافكار الحادي بچت سريدة تدفيت اف مروف دي چوا استقرار كبتا نفساوي دروناوي رحاوي كلواشيوي بيشك اف مروف جيانا خودت قلق دبورينت. پیغمبر موسى عليه الصلاة والسلام برسيار كر قلت يا ربي أي عبادك أخشى لك كيش عبد تهانا أفريكا الفي سردامي وان هر وقتك هبت فتر نزيكي تايا فتر تقوى دارية تتكت فتر اشتطرست قال يا موسى أعلمهم بي أي فتر نوفو صفاتت مني خواندي أي فتر جباروتو قدسيتو منزلتو من زاند أي فتر نزيكي منو هزروبيلتو مذن مجيلة أو دي تقوى داربت يا موسى او ديش مترست يا موسى او دي بردام لاف لاف ودعاكت يا موسى بجبو ما ديارت بتل فيري دفيت مروف اقل بفيت بقاهت التقوى دارية بقاهت مترسية يعني شخوط على مترست بقاهت بلت برزو بلند دس خو بينت دفيت اللي بقرد ناس كرنا خود تعالى كا دي چوا قهتي چه ريك هنا چه عبادت هنا چه خلوات هزرو بير هنا چه عالم وزانا هنا بردستوانا بخوينت چه پرتوك هنا كيش كتابة بخوينت داب قهتا في منزلة تهاني. ابن رجب بيجت أفضل العلم العلم بالله بيجت بيروسترين علم مصطرين علم بلا برسترين علم أوى هو العلم بأسمائه العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله أبا بيروسترين علمه أقر مروف جيان أخوها ميترخون بكت بس دفي بابتدا خوش رضا بكت بظانت نافت خوة تعالى الشكور الرزاق الحي وجا وجب هيري سرب سكنت بظانت معنى ورامانت فون نافت هنه وصفات خوة تعالى ليس كمثله شيء وبشتينجي وأفعاله مروف دي قهتا بمنزلتي مروف أفبلا برزو بلند دس خوة إنت إمام الأصفهاني تبيجت بيجت علماء تبيجن أول ما فرض الله على خلقه معرفته العلم به بيجت أول تشخوة تعالى سر عبد خو فرسكر كو ناس بكن كو نيزيكي يبن برسيار بكن كيش ريك هنا بجهنا خود تعالى خود تعالى ناس بكن ديشت أول علم سر بشريتي نازل كل سر وانا فرسكر كو أوا
خود تعالی ناز بکن. اگر مرو خود تعالی ناز کرد، بیشک دی عبد نیک و درست با خود تعالی کن. جبر هندی وقتی خود تعالی بیشت، فعلم انه لا اله الا الله. بزانا و لیب گرا و پرسیار بکا بریکا قرآن بید، بریکا پیغمبری بید علیه السلام. ادوی کونی دا چیکریت من وقتی بوتا دیار بی صانعکو خالقکی هی شنیکا توحید دلی خود بچسبینا، شنیکا شریکو حوالا دلی خود در بیخا مبتنی پرایسا او خود تعالی بیجد. بجم مسترین مقامات اسلامتی و عقیدات درست اوا وقتی مروف خود تعالی ناز بکت، یعنی بچیترین کو صفات وقتی بحثی خوکر خود تعالی. ابن القیم بیجد خو تعالی وقت د سپیکو دنیا دیناتی حتی دو مایکه چند پیغمبر فریکرین بجت واجبی وان پیغمبر او بی سیتش دو بشریت روحان کن بجت یک شوانا ان تعریف الرب خود تعالی بو بشریت دان یاسین ی گوتین وان پیغمبر بو بشریت ی گوتین خود تعالی اویا صفات توی اسماء وی شیان توی جبروت اوی اویا اول تشت پیغمبرت هاتین بو بشریت افتشتی شروع وکرین بشتی هنگه ويقول لنا واناجك أفه هندك عبادات تهين دفتهم بكن دهين خود تعالى بتر ناس بكن وخلاصي أوا وظيفة البيغمبر أوا كو بو بشريت يجي ديار كرين وقته وخداي خو ناس كر وقته هين نيزيك يبين بعبادات وطاعة وشكر بو خود تعالى بشتهنجي أفه جي منزلتا ويا دبحشت دا وقته هين بقهنا رجا قيامته بشت أفهرسي دورة هني پیغمبر پیرابینا اول تشت خود تعالی بو بشریت دیان یاسینه خود تعالی وی عظمتاوی شیانتوی قدرتاوی ات قرآن ده خود تعالی چو بحث اسماء و صفات خود کری هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهاده او خدان شیان او تشتهین دبینن او تشته البر و ندیار و نهینی او پی مطلع او قهدارا اگر مخلوق ضعیف تو ما وقتی بزنند خود تعالا اف شیانیت هین اف قدرتی هی اری دی چو افریکت چم دی دستی خوب بو کسانک دی کو اف پیچی بینه پیچی نبت اف شیانه نبت اف نوابت بیروز نبت اف صفاتت هنی نبت اف افعالت یعنی خودان شیان نبت دی چو چم قصداوی کم تینه او خود تعالا خودان اف منزلت هنیه هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر افون نوبت هنه وقت مروف تخوینید بهشک اگر مروف هم واسه سر بورید چه رمانوی دف مروف پیدا نابد بس وقت مروف سب سکند المهیمن چیا بوشی نوبی خوکر المهیمن هزارها محاضرات علمای چکرین بس سر نوبی المهیمن هزارها محاضرات چکرین بس سر المتکبر که تکبروی چوانا چی شویا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أفيا قدرة أفيا شيان أي عبد أي مخلوق أي مروف أي إنسان كي تو وصو أفريكا تو يبسر دبري كي أفريكا وصو والتاكير مجاتك بيخسر هزر بيريتا كي أفريكا والتاكير تو عبادتك درس بو في خداينا كي والتاكير خونيزيك في خداينا كي بيشك أجر غفلت بت ضعف الإيمان بت أجر دنيا بت دفت خشوانا فداركي ادویتو عظمت وی خود تعالی وی خدای تو بینید هزر بیرت خوا دا کارتی کرن تا بکت دا دلی ته شیار کت دا درسترین شیوت و عبادت بو بکی گلک آیت صریح خود تعالی قرآن دی بحث کرا نیشامد دت بیشتما هرن دیفچونا وان نوا بکن هرن پرسیارو وکولین بکن اف نوویت هنه وقتی هن وکولین بکن دیگه هن حقیقتا من دیگه هن نیزیک بینا من حال ویری پشتینگی دی سری خود درست چمینن حادل ویری سجده کی دریش بن حادل ویری وقتی بیشن سبحان ربی العظیم هندی زانن رامانوی چیا وقتی خود تعالی بیشت فعلمو ان الله عزیز حکیم بزانن و لیب گرن پرسیار بکن اعلمو ان الله شدید العقاب گلک تنده سروان کسی افریکا شبهات بدیب اسلام بدنن سروان کسی افریکا دلی خویت نخامتی او خفتینت الحادی یت شبهات او یت شهوات او تاریخ او میجو اسلام نه خواندین و نه خفتنات بیژن اب از مون دریجیت کن و اعلموا ان الله سميع عليم هاشتها يا اتزانت تلكيش مازلي تو چتکی تو چت نویسی
صبح دي سر اعلامي تش بيجي دي تش شبهات بدي باسلاماتيه فني زانت هشت وقت تنكر كريار زانت دي تشكي افي قدرت افي شيان الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خلاص اگر خو تعالى الدنيا همي كنترول كربت اگر ات اشكرا وتنهيني سر مطلع بت اريما تشي ديما اريما خدايك دي هيا افشيانا هبت اريما خدايك دي هيا افريكا مستحق بت ازجيانا خو عمري خو همي بورينم بچم يعني طاعت وعبادتي بكون جبلي خدي تعالى نبخدي يا ربي جبلي تكاسك دينينا جبر هندي اف منزلته هاني دف مد بيت قالك بهابت قالك بقدر بت قالك بقدسيات امور جرين ضرورتك قالك مظنه خو تعالى ام باش ناس بكين بشك او دلت خد تعالى ناس كري او دل مطمئنه او نفس قالك تنايا اف او دلن اي خو تعالى ناس كري او دلن منزلت برزبرين دس خوبتينن او دلن هر دا خازيك هبت خو تعالى دبوانا بجهينت بشك افريكا رحمة ودلمة بيدفي بتشتكي دينينا بس بيدفي بتشتكي هاي كو أف أبي خداي باش ناس بكت قالك تهني هندية قالك غريبي هندية قالك مشتاقي هندية بس بلكو أم وجهتها فيدلي برا في خداي ونابين بلكو أفريكا وجهتها فيدلي ما بريوي دايا بشري مخلوقي يعني منهجي بشري إنساني يتكيم يد بقدر أفضل ما وجهته ويه جهوري إجبر هندي أفضل وجهته دويت أجر إيه شوي بت أجر خوت على بلاو مصيبة بدته أجر خوت على قسوة بدته أجر خوت على والفيديو اللي بكت موعظة ونصيحة نشت تدا أفا ضربوا هندية وقت ما بري فيديلي ندى القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر ما بري يدا جهك دي أفا ضربوا ويا والعياذ بالله بيجن بيشك جيان او جيانا وقت دل صاغبت وقت دل خداي خناص بكت او دل تجي خير وبركته او دل كنترول اون دستوبيا حميديكت دي همي برفوتشتا خيري بابت وبيشك جك او دل محرومش خدي تعالى مش ناس كرنا خدي تعالى فقد الخير كله هر خيرك خدي تعالى بالسريع داب السريع عردي او دل جي محرومه او دل جيب بهره بوچی چمکنی برف خدای خوبه نچویا چمکنی خود تعالی ناس نکره اوه مصیبته اگر افروکه هندک بیجن من پیدویم ناس کرنا خود تعالی نینه من پیدویم محتاجیب اسلامتی نینه من پیدویم محتاجیب آموشگارید پیغمبری علیه السلام نینه تو زانی بید چل دلی تا اید تو زانی اف دلا دل کیری صافی بید تو زانی چند حشک بید تو زانی دی چند ایشوی بید یا سبحان الله جبر هندی ابن القیم بیجن عجبا من اكثر الناس كيف ينقض عليه الزمان بيش من عجب قرتي بو قالك مروفا قالك مسلمانا عمرك بسردت بورد سه صال چل صال بينجي صال في جيانه بوريد وببهره محرومش ناس كرنا خود تعالى درستاي خود تعالى ناس نكره جفي لذتي جفي نعمتي جفي منزلته هاني ببهره سبحان الله ابن القيم بجد او ببهره وقلبه محجوب عن هذه المعرفه أستنجك ديوارك شبهات وإلحاد كتير نبينا فيدلي وناس كرنا خود تعالى. بيجت بيشت هنجي. أفضل ده شليت. بيجت وكانت حياته عجزا. جان خود وصبرينت. بيسترين شوا. وموته كمدا. بحسرات دمرت. ومعاده أسفا. وقت شد بردسي خود تعالى جي. شنيكا والجلبيري. أفون تلا فون دستا. لقالي بدت. بشيمون بد. ربي رجعون. فايدة ناكت. بيشت يخرج من الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها مصطرين نعمة خوة تعالى دابتا كو خوبة عارض كربي أف كونة بوتا تشي كربي همين بوتا مسخر كربي خوبة بوتا دابين ياسين أف قرآن بوتا فري كربي چند دهاب بيغمبر بوتا فري كربي تنهاتي سر ريكا الراست تجي بينغوف نوابتن دهارتو محروم يجبي نعمة هاني وهر رجاء قيامت يجيك تشيمان يجي في دماغت هر منهجك بشري هبت نشت أفوالاتي هاني بربكت أن تجيكت هر ديسان ابن القيم بيجت هر كسانك هر بشرك خوة تعالى دابت سر عردي بيجت دلي وصاية شكرا خوة تعالى كو بهرك فقيري كريتي دا بهرك
فوضى كريت دا بهرك قلق كريت دا بهرك فراغ كريت دا بشت أفضل خدي تعالى وصي داي وصي شي كري بوشي دو مروف بيكولي بكتو برسيار بكت كا أو خالقي فيدي للكيرية دو بينغوفا برف بوفيجم خالقي شيكيرت عرضو عصمون الكيرية دو اس بينغوفا بوفيجم بوشي شمكيني اس بيد فيما اس محتاجم اس ضعيفم اس شبر زما اس بيد صلاتم اس بيشيانم اگر اف خداي الهوارا منيت اگر في خداي نيزيك من نبت انسان بيت حسد كل مولود يولد على الفطرة هر كسانك خوت على بدت سري عردي تزانت خالقك هي خدايك هي وجود بيت بيكول بكت بينغوفا بوفيجت برسيار بكت حتى خوت على ويثابت كسر صراط مستقيم بيش أبا كيدي تجيكت أف فراغة أف فوضى هاني أف فقيرية هاني أف يعني قلقة بيش تبتني تشتكى نيزيك بينش خود تعالى ناسكرنا خود تعالى منزلته قدر وقيمة خود تعالى الدفقة تسلي خود بشسبيني هنجي أو فراغ دليت دي تجيبت أو فقيرية دليت دي زنجين بت أو قلق دليت دي مطمئن بت وسكينة كابت أو فراغ دي منتظم بت شنيكو مروف دي وجهات خوزانة الفي دنياي أبا هر كسانك خود تعالى داب السري عردي أف إيش تهاني الدليو ده هنا بتني بنيزيك بنيش خود تعالى بنياسكرنا خود تعالى شنيكو أفضل دي وجهات خوزانة شنيكو دي ساخ بت شنيكو جيان دي بسر دقيت يا سبحان الله دي سانت بيشت او دلي كوفاري بيا شمنهج صراط مستقيم فدر بيا بوي نخما نزيك خو تعالى بتقنا بوي نخما اسلامتي بيرت ان منهجك دي افكاري بشري بيرت بيشت تشعبت به الطرق يتشت قصتو ريكوت كت بس هند البر اولوزا ريكك درستا وراستا بس البروي قالك نخوشا وتكاثرت امامه السبل او فقير ريكك نو بينت ده ريكوت بينت نزون دي قصتو كيش ريكت وفي كل طريق كبوه يا سبحان الله ليش تتشت وتصطمت هذا كينا أو دلت محروم إيش نذكرنا خود تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هذا حالة طوانا أو صجيان خود بورين أو كسانش إسلامتي فدربين او کسانی سورت پیغمبر علیه السلام پیگیری پی ناکن او کسانی بیژن بو منخ امنیزی کی منهج خو تعالی بن ان ام دی بریکو خو دلی خو تناکن دی بریکو خو منهج بشری افرو که ام دی سعادت بس خو بینین او حالی وانه چنو تصطم من یا سبحان الله بیژن سان ابن القیم بیژن ولو تنقل فی هذه الدروب ما تنقل بیژن چن پیکولت کد چن پینگ اف تو بیژن چند افکار بس خوبت اینید هر رو سر منهج کیا هر رو سر قانون کیا هر رو سر نظام کیا بس اف خوشی بس خوب بینید بس بزاند که وجهتا که به خود درست که تو سر بریو بچید اید بیشت ناگهتی سبحان الله بیشت لن يحصل له قرار ولا يسكن ولا يطمئن مستحيل تنو نابد مطمئن نابد ولا تقر عينه يعني سبحان الله بیشت ناگهتا سكينتي طمئنينتي يعني تنو نابد إلا حتى يطمئن إلى إلهه وربه وسيده ومولاه حتى بيدخو تعالى الناس بكت وشني قدر يريخو تعالى برهمي ودته دي جزاودته بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيشت لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة بيشت خو تعالى النوت ونهنو بهي أوي كو سرفونو بتهني راماني توي بزانت واللي بقرد الرزاق بزانت معنى الرزاق شيا هير سرب ساكنت بيشت وقتي بزانت خو تعالى الرازقة بيشك دي رزقي فريكت بيشت دي في شوي طاعت وعبادت بخو تعالى كت دي حقي خو تعالى دتي حقي الرزاق دتي السميع دتي الشكور دتي الجبار دتي شني قال بري خو تعالى بيشت يدخل الجنة دي سوني ابن القيم بيشت معرفة الله تحرك القلوب اگر تخو تعالى ناسكر اگر عظمته خو تعالى هاتش اسمان دنت سرت ده ودلت ده شنيكا سبحان الله يعني نظامك بكوني ده خوت على تشتك وصب يعني عبثا شينا كلا أفضل وقت خداي خناص بكت تتبر مجاكرين سبحان الله كنت يده التي يبطش بها وسمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها وجا خود تعالى أفضل دي توجهك هر خيرك هبت خوت على دي باري في دلدتي يا سبحان الله هذا برهمي هندية وقت دل إيش خوت على نيزيك بت وقت دل خوت على ناس بكت خوت على جبل مقابل
اف كرم و اف نعمت دلگل کرد بلکو اف دل اگر خود ناس نکر دی چلی اید علماء بیجن یعطب یعطب یعنی چی؟ یعنی دی عاطل بت اگر عاطل بت پشت هنگی و مروف چار سر نکتو لی نگرد پرسیار نکت اید بیجد یبقى علیه الران دی طبقه کی وصوش گناه و گمار رشاتی اک دی گرد وجه موعظه و تذکیره و قرآن محاضره ونصيحات شفه يدلين أكد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون خلاص هاتنا خامتن عبد الله أبا صاري بو هندي وقت شكو تعالى بدر بيو ديركت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أو بدرن أو أصطنق كتنا بين موانا دا أو مستحيلة بين سرك الرصد أو ناشن بحشت دا يا سبحان الله علماء بيجن معرفة الله كالمجدافي للبلم شو وقت مروف تشد بلمه كده ودو دستكت هي تو وجهتها في بلمي تو يدبيو تيني وقت اف دستك نبن في بلمي ده تدفيت بيلت اوفيل كيري تصافيكن تدفيت الكيري تنوقكت قالك خطرة بيجن اذا لم تعرف الله اگر خوي تعالى تناصنكي سيؤدي بك الى الانحراف ديفا دار بيش صراط المستقيم بيشك كسانك هو دف بيغنبري عليه الصلاة والسلام قلت أي بيغنبري خده أو علمت يعني غرائبة علميني نشام بدا قلت هر تشتكي غريبة في دنيا ويدا في قردون دا نشام بدا بيغنبر عليه الصلاة والسلام قلت أري تاقو بيتكو علمي هيلاتيش نيكو تبرسارة غرائبة علميت كي تشتت عجيبت كي قلت أي بيغنبري خده قلت بيتكو علمي چيا سربشكو همي علم چيا قال أن تعرف الله بأنه تخوط على الناس بكي بأنه لا مثل ولا شبيه ولا ند وإنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا نظير فذلك حق معرفته أو صدقت خوط على التناص بك أو يعني أفقر دونب ريفت بد دستيويل همي عردو ديوالا إمام علي بيجد أعلم الناس بالله أكثرهم له مسألة أو بتر خوط على الناس كن أي بردام دستيوان سلاف روزا بيجد كيف أدعوك وقد عصيتك وكيف لا أدعوك وقد عرفتك بشت يا ربي شو دستي خو سلاف راسكم ومن قناه تهين بس بشت هيك بشت يا ربي ماني من توي ناس كيري يا ربي ازدي بردام دعاشتكم دي سان امام علي بيجت من عرف الله سبحانه لم يشق ابدا شقوته نو بنت دي سان بيجت عجبت لمن عرف الله كيف لا يشتد خوفه ازي ما عجب قرتي شوا كسانك خو تعالى ناس كيري روج بروجي شوا بتر طاعته عباده بخو تعالى نكت دموي دي بيجن يا ربي دلي ما بهندي بمشيلك بر دوام التبقرت بر دوام برسيارة تبكت بر دوام خوني زيكي تبكت دا بر دوام بمين السرسلة المستقيم آمين آمين هذا والله المستعان وهو المعين والحمد لله رب العالمين.